السلام عليكم. اليوم رانا في باب الزوار ونعرفوكم على اشغال تاع المنفذ الجديد يعني باتجاه طريق السيار، يعني المنفذ تاع حي الاعمال تاع باب الزوار باتجاه باتجاه طريق السريع تاع الدار البيضاء. وهنا نشوف لاحظ فيه الاشغال تاع المنفذ هذا، شوف انه فيه اشغال. وهذا المدخل، إذن المدخل الجديد يعني انطلاقا من الجسر هذاك، والجسر من إنشاء شركة سابطة، شركة جزائرية. وهنا نلاحظ انه الجزء هذا انتهت الاشغال به تقريبا من انشاء شركة سابطة، مؤسسة وطنية مختصة في الاشغال العمومية والمنشآت الفنية. إذن وهنا نلاحظ انه فيه مشروع جديد سوف ينطلق. هنا نلاحظ انه تم تعرير تاع الطريق هذه بعد ما درنا ملاحظات، كان ضيقة الآن يتم توسيعها، وهذا أمر جيد، هذا أمر جيد. إذن هذه هي